اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعي ومشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان. معاكم النهارده في لايف جديد، واكيد اكيد زي ما معودينكم ان احنا بنقدم لكم اللايفات المميزه او النماذج الايجابيه اللي موجوده في محافظه الشرقيه. احنا النهارده موجودين عند استاذه ندى او ام رميساء او ماما روما ان شاء الله. طبعا احنا موجودين عندها النهارده، دي ست مكافحه بدأت انها تفتح مشروع بسيط جدا من حوالي 3 شهور، والحمد لله ان هي بفضل ربنا نجحت في مشروعها، وان شاء الله ان شاء الله ناويه انها تفتح مشروع اكبر من كده واسمها يسمى في محافظه الشرقيه. احنا النهارده موجودين مع ام رميساء، هتحكي لنا قصه كفاحها والشغل اللي هي بتعمله واللي بتقدمه هنا. منوره الدنيا كلها يا استاذه ندى، اخبارك ايه؟ عايزاكي تقولي لي بقى او تحكي لي تفاصيل الشغل اللي انت بتعمليه، او بدايه مشروعك كانت عامله ازاي. بدايه مشروعي بدات بالسندوتشات التيكاوي دي في الجبن وكده. حبيت فكره السندوتشات، حبيتها وانا بعملها. ماشي. بقيت ناس شاطره فيها، جنبي ناس كتير شجعتني وناس كتير قوي مستغربه هي فكره كويسه جدا. من ايه؟ ولقيتها مناسبه معايا. تمام. ابتديتي من امتى بقى يا استاذه ندى؟ ايه يا قلبي، ابتديت هي فكره الاكل انا بداها من 4 سنين. بس كنت بقى بقفل وبفتح لان كنت بشتغل شغل تاني ايام بقى كورونا وايام كده، فحبيت ان انا افتح تاني واستمر ان شاء الله وتكبر. حاجه كويسه جدا. السندوتشات اللي حضرتك بتعمليها بتكون عباره عن ايه هنا؟ بعمل نستوش، بعمل بيف، بعمل بيض، بعمل حلاوه بالقشطه، بعمل رهوه بالقشطه، بعمل طعميه، بعمل حاجات كتير قوي الحمد لله. انا بس حلوه قوي في الاكل ما شاء الله. انا سمع شهدت الناس يعني. بما انك نزلتي وبدات انك تشتغلي، الناس هنا رد فعلها كان عامل ايه لما لقوكي نزلتي المكان وبدات انك تبيعي السندوتشات؟ وقفوا جنبي كلهم، شكروا قوي في الاكل وقالوا حلو جدا، وجيت مره وجيت تاني وتاني الحمد لله. بتبداي كمان تطلعي اوردرات بره غير لا ان اوردرات بره احسن يعني كده يعني. اوردرات بره عندي كويسه جدا. مين بقى اللي ساعدك انك تبداي المشروع بتاعك ده؟ لا ما فيش حد ساعدني يعني، هم اخواتي شجعوني وهم جنبي ومستمروا كده، لكن انا بحب المجال بتاعي انا اشتغلت فيه ومستمره فيه، ان انا عاملاه بروح حلوه انا حباه. هبدا اقرر بقى اعمل واعمل واعمل حواوشي يعني، حبه حبه مع الواحد ما بيبداش مره واحده يعني. انا لسه طالعه. لسه بقالك 3 شهور انك نزلتي. بس كنت في الاول كنت شغاله كده، بس مش كان شغل بقى اوردرات بره ولا كان كده خالص، ما كانش ليا دعوه بالتليفون ولا بالبيت ولا بس الحمد لله بقى ما تعبتش بقى. تطور. عايزاكي تقولي لي بقى رد فعل الناس هنا لما انت بدات تنزلي، وقالوا ايه على الاكل بتاعك؟ كلهم حبوا الفكره دي موت. وبعدين مع الجبن افضل يعني، هي مش افضل بكتير، الناس بتنوع عن الفول. ما انت مش كل ما في عندي حاجات انا مختلفه غير اللي عند الشعر الكوري. عندي حاجات زي السقلانس، بعمل عسل نحلي على قشطه على مربى على القهوه. ده الساندوتش ده مفضل، الناس بتحبه عندي قوي. عندي الفول، عندي اللانشون، عندي الطعميه، عندي البيض، بعمل ميكسات حلوه قوي. شهدت المكسات. لما حد بيجي لك بقى بيقول لك اعملي لنا على ذوقك يا استاذه ندى، ولا هما اللي بيطلبوا الاوردر بتاعهم؟ في ناس بتقول لي اعملي لنا على ذوقك. في ناس بتقول الاوردر على حسب ما هو نفسه ياكل ايه مثلا. ناوي تعملي ايه بقى الفتره اللي جايه؟ الفتره اللي جايه في رمضان ان شاء الله هعمل خيمه صغيره كده في الشارع، واعمل فول وجبن وحاجات كده يعني، تبقى وجبات صغيره، لان انا ما ينفعش اشتغل في اشتغل في
وطبعا في النهار بيبقى يكون الوضع قافل، فهتفتحي من بعد الفطار لحد الفجر. لا باذن الله ان شاء الله ممكن على بعد العصر كده اعملها مخليه. يعني فكره ان انا اقعد في رمضان دي مش هينفع، ما بحبش اقعد اصلا، بحب الشغل. حلو. حابه تقولي ايه بمناسبه انك انت طبعا سنك صغير لسه ما شاء الله عليكي، تقولي ايه للبنات اللي لسه ما ابتدتش انها تشتغل وتقولك الشغل لا انا بابا وماما يصرفوا عليا احسن فخليني مرتاحه في البيت؟ عشان تتعبي في حياتك، بابا وماما يصرفوا عليكي، مش هتحملي مسؤوليه اي حاجه، ما ينفعش ان هي تروح في البيت وبابا وماما يصرفوا عليها. حتى لو لما تتجوز ظروفك كويسه لازم يكون ليكي حاجه لنفسك، لازم يكون ليكي كفاح لنفسك انت اللي بتقدري تشتغلي، محدش يكسر عينك بحاجه، يكون هو دراعك هو شقاك. عايزاك تحكي لي موقف وحش حصل معاكي وانت شغاله هنا. موقف وحش؟ يعني حد قال لك حاجه سلبيه، اكل مش عجبه، حد كان جاي متعصب مثلا فبيقول لك ما تخلصي والنبي بسرعه. لا هو مره واحده بس، انا واحده طلبت مني اوردر، فبعدين اتصلت عليا وطلبت مني اوردر كبير، فانا طبعا اتصلت على المندوب وجبته ورحت قلت لها الاوردر لان التليفون مقفول، التليفون بتاعها. فدي بس اللي حزنت عليها، وبجد عيطت في اليوم دوت، حزنت عليها جامد، والحمد لله بفضل ربنا الاوردر اللي هي طلبته اتاخد مره واثنين وثلاثه في ساعتها ما شاء الله. ايه المواقف الحلوه اللي حصلت معاكي هنا في المكان والسوق ده عامه؟ كل الناس اكيد طبعا بتجيلك هنا. الحمد لله. المواقف الحلوه بقى؟ المواقف الحلوه ان هم بيقولوا اكلك حلو قوي. ان شاء الله اكلك جميل، وبعدين حتى الاطفال الصغيره على طول راح جايه عليا وتاكل مني. حابه تقولي ايه للناس اللي بتشوفك دلوقتي واهلك اللي موجودين حواليكي هنا وجمهور منصة أبو كبير ميديا؟ هم أهلي فرحانيني، وأهلي هنا في السوق كلهم بيحبوني، فرحانين إن أنا واقفة وبعمل كده، لأن أنا مش واقفة وبعمل كده عشان خاطر، عشان خاطر برضه نفسي وعشان خاطر أولادي، يعني أنا لازم إن أنا أشتغل عشان أرضي أولادي، لأن أنا لوحدي. ربنا يعينك. إحنا مبسوطين جدا إن كنا معاكي أستاذة ندى، ويعني انت ما شاء الله عليكي انسانه مكافحه ومجتهده ونزلتي ارض الواقع زي ما بيقولوا وتحديتي الظروف كلها. فطبعا يا متابعي منصه ابو كبير ميديا، احنا النهارده كنا موجودين مع استاذه ندى، امهر واشطر حد يعمل سندوتشات هنا في محافظه الشرقيه في مدينه الزقازيق، ست مكافحه ومجتهده وبدات انها تنزل برجليها هنا علشان خاطر لقمه العيش. ست مكافحه، ويا ريت كل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي تشجعها وتقول لها برافو على اللي هي عملته، وان شاء الله تنتظرونا في فيديوهات تانيه كتير. مع السلامه.